نيافة أنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها. أهلا يا سيدنا. أهلا بك سوزي هاد. أهلا بحضرتك. أهلا بنيافتك معانا ونشكر ربنا على سلامة أولادك. إحنا عرفنا أن كان في كرنفال في أكتر من 250 طفل قبل الحريق بشوية. فعلا دي حاجة كده فعلا بالظبط، وكانوا يدوبك الأولاد غادروا الكنيسة قبلها يمكن بنص ساعة ولا حاجة، وكان باقي بس متبقي بعض الأولاد كان في أسرهم هيجوا ياخدوهم يروحوا بيهم يعني. فدي نعمة من ربنا بنشكره عليها يعني. نشكر ربنا يا سيدنا. أنا معيش أنا آسف نيافتك كنت معانا وأنا قصريت أقرأ البيان للآخر لأنه هو ده الأرضية اللي هنتناقش على أساسها يعني. بكل سرور. سيدنا من فضلك، هو ليه في تأكيد كده في الآخر على أنه الكنيسة بتؤكد أنه سبب الحريق لا يمكن القطع به أو تخمينه؟ هل كانت انتشرت بيانات أو أقوال رسمية أو غير رسمية أنه في ماس كهربائي حصل في الكنيسة؟ هو طبعا صدرت بعض التصريحات طبعا من جهات ما نعرفش ايه هي، لكن احنا بنقول دايما احنا بننتظر، بنثق في جهات التحقيق وبننتظر النتائج اللي هتطلع بيها، لان هو ده الشيء اللي بقى موثق يعني. انما كل واحد يدلي بدلو كده نظريا ده وضع طبعا مش صح يعني، او علميا مش مظبوط يعني. واحيانا برضو بعض الناس او الجهات ممكن تستسهل وتصدر جملة، حتى اللي بيكتب يكتب جملة ويكون لسه زي ما نيافتك بتقول ما عرفناش الاسباب يعني. طبعا ده بيفرض بيدي عدم مصداقيه طبعا. ايوه. والحقيقه أيوه. حتى كان سياده المحافظ كان موجود تواجد على الفور وكان متفق معايا في هذا الراي. أيوه. ان طبعا ما نستبقش الاحداث، لا، اما تصدر تقارير اللجان الفنيه واللجان الامنيه نقدر نقول فعلا كان سببها كذا. أيوه. انما عشان واحد يقول ده ماس كهربائي، طب ماس كهربائي كانت الكنيسه اصلا مطفئه، ما كانش في تكييفات شغاله. ايوه. لان القداس كان من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. والحدث دوت حصل الساعه ما يقرب من 1:30 ظهرا. فمفيش، مش شايفين ان في حاجه تقول ان في ماس كهربائي، لا. ومع هذا برضو بنقول ما نستبقش الاحداث وننتظر التحقيقات هي اللي تظهر. ايوه. طب سيدنا الحبيب من فضلك عايزين نعرف من نيافتك يعني كيف اتى الحريق على كل محتويات الكنيسه في الدور الارضي، رغم انه يعني البيانات الرسمية للكنيسة بتقول انه على الفور توجهت على طول الأجهزة الاطفاء. بص، هذه الكنيسة مساحتها مش كبيرة طبعا. ومعظم حيطان الكنيسة متجلدة بخشب، والمسبح طبعا انت عارف فيه موكيت وحاجات زي كده، فكلها حاجات تساعد على الامتداد الحريق. وطبعا عشان بيبدأ النيران تظهر من برة او الدخان يظهر، ده بيكون الدنيا جوه النار جوه ابتدت تشتغل بشكل كبير. يعني هو اللي حصل ان اللي لاحظ ده حد بره الكنيسه ولا ناس في القداس في الدور العلمي؟ بعض الولاد والعمال اللي كانوا موجودين في الكنيسه ابتدوا يشموا ريحه الدخان. فاول ما شموا ريحه الدخان كان ابونا كمان متواجد في مكتبه في الكنيسه، فجريوا عليه الحق ابونا في حريقه في الكنيسه. ابونا يوساب عزت. تمام. الحق ابونا في حريقه في الكنيسه، فجروا لقوا طبعا الكنيسه كلها النار طالعه من الشبابيك والدخان كثيف جدا مالي المنطقه كلها. اتصلنا بالحمايه المدنيه فورا على طول، والناس بصراحه مشكورين، مش عايز اقول لك في دقائق كانوا موجودين يعني. انا عبال ما اتبلغت بالخبر بيني وبين الكنيسه 3 دقائق كنت في الكنيسه، قبل ما اوصل كانوا هم واصلين. فالناس ما اثرتش طبعا، لولا وجودهم كان ممكن الدنيا تتفاقم اكتر من كده والحريقه تمسك في الكنيسه اللي في الدور الثاني كمان. ايوه، دي كنيسه جميله اللي في الدور الثاني، طبعا كل الكنائس جميله. بس اللي في الدور الثاني كنيسه جميله قوي. فنشكر ربنا يعني، والاهم من ده كله احنا نشكر ربنا ان مفيش حد اصيب ولا حد حصلت له حاجه، دي نعمه من عند ربنا يعني. طب سيدنا من فضلك، هو يعني طبعا يعني شكرا جزيلا لكل الاجهزه اللي جت على الفور ومعاينه النيابه العامه والادله الجنائيه. هل تم التنبيه عليكم بانه ما حدش يجي جنب الكنيسه لمده قد ايه لغايه لما تنتهي الادله الجنائيه من عملها؟ ده كان ممكن في الحقيقه كان طول الفتره اللي فاتت من الساعه يمكن 2 ساعه ما وصلوا او 2 وشويه لحد يمكن كان الساعه 6 ولا حاجه كانوا شغالين، وجت لجنه هندسيه سياده المحافظ، كان في لجنه هندسيه من كليه الهندسه بجامعه المنيا، جم يعينوا المبنى طبعا لان ممكن يكون في حاجات اثرت على سقف الدور. أيوة الاول، وبالتالي يبقى ارضيه الدور الثاني في خطر. بالظبط كده طبعا، كنا متخوفين من القصه دي. حتى بكره هنصلي في فناء الكنيسه، هروح اصلي القداس في فناء الكنيسه مش في الكنيسه، لحد ما برضو اللجنه الهندسيه ديت ما تنتهي من عملها وتاكد ان السقف دوت ممكن يكون سليم، ما حد يعني ممكن حد يقف عليه، ما فيش فيه مشكله يعني. يعني نيافتك بتقول انه على الساعه 6 كان انتهت
خلاص كل أدوات البحث الجنائي والحاجات دي وبدأتوا مثلا ترفعوا الأنقاض أو كده ولا إيه؟ بالظبط كده يعني ده. بس هم طبعا كانت اللجنه الهندسيه لما جت كان ليها شويه مطالب ليها، عشان الكهرباء طبعا قطع عن الكنيسه، فهنضطر نعملها بكره الصبحيه، كان ابتدى الليل يخش، هنضطر نعملها بكره الصبحيه ان شاء الله يعني بعد الحدث مباشره. طب سيدنا الف حمد لله على سلامه اولاد وبنات مصر في الكنيسه. ربنا يخليك يا استاذ ايهاب، احنا بنشكركم، بنشكر كل المشاعر الحلوه اللي كانت متعاطفه معانا يعني في الحدث اللي ألمنا كلنا دوت طبعا يعني. ده اي حادثه في اي حته في مصر نيافتك بتشوف على طول احنا بنجري وبنوثق وبنقف وبنشكر الناس اللي بتساعد، سواء كان كنيسه او غير كنيسه او منشاه، احنا ما نحبش ان ده يحصل في اي حته ولا في مصر ولا في العالم. طبعا طبعا، وانا بانتهز الفرصه اني بشكر سياده اللواء اسامه القاضي، لان الراجل بصراحه كان في مركز ملاوي واتصل بيا وهو هناك، ومفيش كانت يمكن دقائق خلال نص ساعه كان متواجد في الكنيسه مع كل الاجهزه الامنيه يتابعوا الموقف عن قرب يعني، وكل الساده النواب بصراحه. ما حد، مش هنقول ان في حد اثر في حاجه، لا احنا بنشكرهم كلهم يعني. ربنا وطبعا بنشكر متابعه سيدنا البابا لكل الاحداث، وكل اباء الاساقف اللي اتصلوا، اعضاء المجمع المقدس، بنقدمهم كل الشكر يعني. احنا بنشكر نيافتك جدا سيدنا الحبيب نيافة انبا فام اسقف شرق المنيا وتوابعها، وامام حضراتكم الكنيسة قبل وبعد الحريق، ما هياش قاعة ولا حاجة، بس هو يمكن برضو بعض اللي ما يعرفوش الكنيسة كويس لما بيكون لابس يا ذهاب عند في بعض المفاهيم الناس حابه تخلط، فبرضو احنا وضحنا سيد حسن دي كنيسة مش قاعة، وكل الناس تفهمت ان ما انا لسه بقول سيدنا كويس ان نيافتك لسه معانا. احيانا لما بيشوفوا الكنيسة في الدور الثاني، احنا حتى ساعات نقول قاعة الدور الارضي، فيتصوروا ان اللي تحت مش كنيسة يعني. لا لا لا، دي كنيسة طبعا على اسم الانبا رويس كمان. على اسم مين يا سيدنا؟ على اسم الانبا رويس. على اسم الانبا رويس، وفوق انبا بشوي. وفوق انبا بشوي، فالكنيسه طبعا انت عارف ان كلها هي الكنيسه الاولانيه، كنيسه انبا بشوي اللي اتعملت، فالكنيسه اتعملت على اسم انبا بشوي. ايوه. وطبعا عشان الكنيسه صغيره، فابتدينا بنصلي احنا في اليوم الاحد والجمعه في الكنيسه اللي فوق، وفي ناس بتحضر في الكنيسه اللي تحت كمان عن طريق شاشات عشان يتابعوا القداس. بشكرك جدا يا سيدنا، نورتنا. شكرا جزيلا سيدنا الحبيب انبا فام اسقف شرق المنيا وتوابعها.